السلام عليكم. هذه في وقت الجزيرة أليونس دارنا، هذه الكنيطة في السطر الثاني لجزيرة أليونس، 8000 درهم الطابق الثاني، دار جديدة في ميسون 2003 نزل النوفو، كتكون صالون سيجو غرف وحمام مطبخ بجهد آخر ما يجهزات، وعندها فينيسيون حديثة مودرن. الدراجة مشمشة ورباطية، الشمس عندها طايرة كل طيورني. دار كيما قلتلكم دراجة في السطر الثاني في أليونس، دار مازال نوفل وغادي توصل معانا. مرحبا.